جمعتنا الصدفة وصرنا الزورة. ما عم تغيبي عن بالي لا انت ولا الصبايا. لك شلونك انسه لبنى؟ لك والله ميت السلامه. اهلين فيك يا استاذ ادري. شو لساتك ساكنه هون؟ اي والله خلتني اجر البيت واستاجر عندها، قال لانه هي ما بتقدر تترك بيتها. صحيح الزورة، بدي اقول لك انه دقيت الباب بس ما حدا فتح لي. شو ما في حدا بالبيت؟ ايه نونو مسافره بدبي لساتها، ليش ما بتعرفي؟ بس انت وين غطه؟ لك إيه وين بتكون غطه؟ اللهم صل على النبي، كل يوم ببلد. لك نيالك نيالك يا انسه لبنى، ما بدي احسدك، اللهم صل على النبي، شقد تركبي طيارات وبتسافري على بلدان. لك دق على الخشب. بتعرفي يا لبنى، والله والله انشغل بالنا عليك كثير، وقت شفنا على التلفزيون هذا بركان ايسلندا، خفنا تكوني طالعه بشي طياره وتقوم توقع فيكي لا سمح الله. ايه تفهم من تمك ست هزار، طيارتي من هونيك طلعت قبل بساعة واحدة بس، يعني الله تلطف فينا. خص على الحظ اللي إلك، يعني حرام حرام تكوني هونيك تشوفي البركان شخصي؟ إذا بدك لبنة أنا بعطيكي عنوان نونو بدبي، إلا ما يصح لك مشوار لهونيك. ايه بس أنا ما عاد سافرت على دبي، صايرة كل سفراتي شمال أوروبا، جنوب أفريقيا، الكونكاكاف. يمو 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 جاي على بالي اسافر على هي البلد تبع اللي ممكن ككيف. يلا انا بدي استاذن منكم، طيارتي بعد ساعتين وصار لازم امشي. اذا رايحه على المطار اذا رايحه على المطار ليكي خلي شوفور يدير باله ما يسرع، لانه هلا صاروا مجهزين كاميرات عم يصوروا، وبعدين في بين الشجر في شرطي كمان عم يصوروا ورادارات. ايه انتبهوا. ايه لا تاكلي هم، ديروا بالكم انتم كمان. يلا باي. الله معي، خاطركم. مع السلامه. مع السلامات. بدي اشوف ليش ما بدك تخليني اقول قدامها انه احنا رايحين على المطار نستقبل من جيراننا سميحه. يعني وليش تبيض وش حسابنا وتبين انه هي اللي طالعه تستقبل سميحه؟ يمو 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 على كهن النسوان. لك انا شقد شفت خلقوا نسوان مثلك كهينه ما شفت. تفضلي يا ستي. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي.
ستنا باردون، يعني في هيك كويستشن ببالي بدي اسالك، في مجال؟ اوكي اوكي. يعني مش حاسه انك تسرعتي شوي؟ بشو يا جو؟ انك تركتي بيروت واستقريتي هون. عند وات؟ ما هون بيروت واحد يا جو. لا يا ستنا، بيروت غير، انت هونيك فري، انت هونيك ستار. جو دادو وين ما كانت ستار، حتى لو كانت على المريخ دادو. أوكي. ستار. ولو اني مش مقتنع بس بالنزلي من بيروت. شو صار معك؟ مدام دادو هي صورة ما بمكان. شو يعني؟ بتلاقي لها محل حتى لو بدك تحطيها على راسك. الحمد لله. نتمشى شوي نفتح اجرينا، والله تعبنا. فعلا انا تعبت. عجب وصلت طياره حلب لسه؟ لك شو بيعرفني انا استعلامات؟ تعال نشوف اللوحه. يلا. يعطيك العافية، طيارة حلب وصلت لما وصلت؟ ما بعرف والله، بس طيارة دبي وصلت. ايش بدنا بدبي؟ يا ميت اهلا وسهلا، عنك عنك يا غالية، اهلا وسهلا، نورت الشام، نورت البلد، ميت اهلا وسهلا، مكترين هدايا، خيتو مش عم بصير زعل، عداد ونصطرة ها. مو مشكلة جمال. حاضر. دير بالك ماشين كسر. ولا يهمك، مكثرة الهدايا. الحمد لله على السلامة يا غالي، تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، بسم الله. يا كريم، يا أبي يا يما. يا ربي. الله يكون بالعون. بسم الله. يا كريم يا ميسر. بنروح نفدي وطننا، بنروح نفدي وطننا. العم يضرب جوز عيون الطيارة إذا بقى اتصل. لو كانت جاي سميحة ماشي من حلب كان وصلت. يا الله شو بتنقي يا قدري. طيب مبسوطين عم نتسلى، شو ورا؟ مبسوطين برجع السيارة لصاحبها. شو يعني إذا تأخرت عليه شي ساعة بتخرب الدنيا؟ هلا هبطت طيارة حلب إلا ما هبطت؟ لك هبطت ليك، ها شوف. لك طالما هبطت ليش كل التأخير؟ العمص. لك يا الله يا قدري، حاجة تنقبق، دبحتني دبحتني. لك هاي يعطيك العافية. الله يعافيك. طيارة حلب شو أصلا لهبطة؟ والله شو من الساعة؟ نص ساعة؟ ها هبطت سميحة، قصدي وصلت، تعا الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا جماعة، مرحبا. الحمد لله على السلامة بجيراننا سميحة. شلونها خالتها فريدة؟ منيحة، شكرا. زمان ناطرين ما؟ ايه اسألي لها قدري قد ايه ناطرين. ايه ما تهبطت طيارة حلب؟ صرنا نص ساعة، ايه بس شو تاني تأخرت آسف. باب زرعي ورامك. يلا. هاي شو حلوة، مش معقول يا ستنا، مش عم بقدر صدق. هاي كتابتك؟ شو لقيت؟ شو لقيت؟ بتعقد، بتفلش، بتشل، بتجنن. جو لا تبالغ مثل عادتك. لا عن جد هالمرة الغنية اللي كتبتيها يعني قنبلة صاروخ أزيفة. لكن مشان يعرفوا إني موهوبة بالشعر مثل مالي موهوبة بالغنى. واو ما عم صدق، هاي نور. نور اشتقت لها. ألو ألو، هاي ميدو، كيفك حبيبتي؟ لك اشتقت لك كتير كتير كتير. مو قدي، أنا كتير مشتقت لك. أنا هلأ وصلت من دبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني، أنت هون ولا ببيروت؟ لا حبيبتي، أنا ببيلتي بالشام. عم تمزحي؟ صار عندك فيلا؟ إن شاء الله ألف مبروك. لا هيك بدي الحلوان. لعيونك أحلى حفلة عندي هون بالفيلا وللصبح. دخليك عم تسمعي شي عن الصبايا؟ بتعرفي عنهم شي؟ لا والله حبيبتي، الأخبار شبه مقطوعة. هلأ أنت تعال عندي المساء ونحكي بالموضوع. خلص ناطرتك ساعة 6 ورح أبعت لك الشوفير. أوكي؟ طيب حبيبتي ماشي. بدك شي؟ بشوفك أكيد. باي باي حبيبتي. جو
تغني. أنا كتير تحمست لساوي الغنية. حقك تتحمسي يا ستنا، ما شاء الله عليك، شو هالشعر هيدا اللي كتبتيه؟ يعني الصراحة أنا مستغرب وين كنت مخبية كل هالمواهب هيدي. شوفي شايفي هيدا الشعر؟ يعني إذا هلأ المتنبي وأبو العتاهية وأبو نواس وأبو فواز وأبو أحمد بيقوموا من قبرهم بيعجزوا إنه يكتبوا هيك شعر. مين؟ ما عم صدق، هي سميحة. سميحة لك اشتقت لك ولا كيفك ميديا؟ ايه وانا كمان اشتقت لك كثير، لكن ما صدقت على الله امتى نزلت على الشام. اشتقت للصبايا كلياتهم، اجي على بالي اشوفهم كلهم. لا عن جد عم تحكي؟ صار عندها فيلا. شو؟ مبروك، بتستاهل. امتى حكيت معكي؟ بالله النور وصلت عنجد. وصلت من دبي؟ ايه مزبوط مزبوط، انا شفت على اللوحة انه هبطت طيارة دبي قبل ما تهبط طيارة حلب بربع ساعة. بالله لك يا ايه لك، وقدر عم يأكد الخبر. الله على السلامة. حقيقي صحيح كنت وقفت في وسط الريح وانا بنهار وانا فاضل. هادي يلا ما مشكله. بسم الله. مغرب يا مغرب ما على حاله. ولي ولي وصل الحلو، ان شاء الله بيقبرني جماله يا رب. بسم الله. لك فوت انقبر على شغلك يا مطقطع، العين تطرقك ان شاء الله. فوت جاي تجيكم جاية إن شاء الله. قولي على أمتي. يا صبايا انا عم بعمل متي، حدا جاي عباله يشرب معي؟ مين اكل التبولة اللي كانت بالبراد؟ هلا بدك تاكلي التبولة قبل ما تروحي على الجامعة؟ ايه طبعا، التبولة كتير مفيدة الصبح لانه البقدونس بيساعد على التركيز وبينشط الذاكرة. هاي بلوزة ملاب قتلك نيفر نيفر. حاجة تنوي، مو هلا اكلتي تروحي تتشوج لقه. عمل الكبر شو سائل. مرحبا خالي. لك كم مره قلت لك لا تنادي لي خالي، قلي لي طانت سوسان. اسفة طنط. لك معقولة انتي على هالفصل اللي عملتي؟ أنا فصل؟ لك انتي حضرتك صار لك كم يوم مسافرة على حلب، فهمنا ليش تارك النواصة شاعلة؟ شو فيها؟ النواصة ما بتصرف كهرباء. لك حبيبتي يا روحي، هاي الأوضة ما لها ساعة خصوصي لحالها، ما لها ساعة كهرباء. لو إلها اصرف يد ما بدك، خليها ليل نهار شاعلة. خلص حقك على راسي من فوق، اسفة طنط. بيطلع عليك 100 ليرة زيادة مشان الكهرباء. تفضل. و50 ليرة مشان شطف الدرك. تفضل. في شي تاني؟ لا. صحيح انتي ليش ما بتدفعي سنة لقدام؟ ايه بس انا دفعت لك اجرة سنة ولسه ما ورقة من سنة غير شهرين. ايه مزبوط، بس المبلغ عاوزته مشان شد وشي. صدقيني وشك بيطير العقل احلى من وش انجلينا جولي. عم تحكي جد؟ طبعا جد، لكن عم امزح. طب شيني هاي الخمسين ليرة شيت الدرج امزح ما حفنا. يسلموا. يعني هلا مو ناقصنا غير لبونة ولولو لتكمل جمعتنا. هلا لبنة سهل انه نطولها،
بس يعني لولو كيف بدنا نجيبها؟ كيف بدك تطوليها من روسيا؟ كيف سهل نطول لبنى ونحن ما بنعرف عنها الشيء؟ هلا انتي هالزورة معقول بتشوفيها وما بتعرفي وين عنوانها، وين ساكنة، شو رقم تليفونها؟ كنت بدي اسألها بس هي كانت كتير 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 مستعجلة، كل المضيفات هيك بيكونوا مستعجلين. هي يعني الصراحة قالت لي بس أنا نسيت. ولوين كانت مسافرة؟ لكن ما بعرف، هيك شغلة مكركبة قالت لي هيك كلمة فيها شي 5 كافات وست فاقات وشي 4 طاقات مربوطات. هلا بتكون صارت هني؟ يعني على أساس عرفنا وين مطرحها؟ هلا المهم يا صبايا لازم نرجع الشلة مثل ما كانت. ايه عن جد. طيب هلا أنا رجعت من دبي، شو رأيكم تجوا تسكنوا عندي بالبيت؟ طب ليش أنتم ما بتجوا تسكنوا عندي بالفيلا؟ عندي 10 أوض فاضية. يعني ميدو بتعرفي بالبيت عندي أحسن، كل واحدة فيكم إلى غرفتها. أنا بالنسبة لإلي بتمنى، بس بس شو؟ المشكلة إني دافع أجرة سنة لقدام، وما بظن إنه طون سوسن رح ترجع لي باقي المصاري إذا بدي أترك الغرفة. ومين هاي طون سوسن؟ قرايبتي؟ مو قرايبتي أبدا، هي وحدة ساكنة عندها سميحة. يا لطيف شو قوية وعم تستغلها كمان لسميحة. شو بدك بهاي الطنط؟ خلص عندي الموضوع، أنا بدفع لك المصاري. لا ميديا إذا بتريدي، أنا ما بحب حدا يدفع عني شيء. الله يسامحك، هلا أنا صرت حدا؟ هلا اتركونا من هذا الجر. أنا برأيي نحل مسألة لبني بالأول. إيه وكيف نحلها بقى هاي؟ لأنه حضرتك نسيت تجيبي رقم موبايله وما أخذتي عنوانه. يعني كتير صعبة هي القصة نونو، شو صاير لك أنتي؟ والله كنتي أذكى، البنت بتشتغل مضيفة يعني بنسأل عليها بالمطار، بسيطة. أنا بكرة ببعض قدري يسأل عليها بالمطار. عن جد good idea. كورس والله طالع منك يا هزورة. سمسمي ايه تعي نامي عندي اليوم بالبيت، والله مستوحشة لحالي. بتمنى يا نور، بس طنط سوسن إذا كنت بالشام وطلعت نمت برات الغرفة تعمل لي تحقيق طويل عريض، وأنتي ما بترضي لي ياها. ما مشاني صبايا خلونا نفوت لجوا، بيكون جهز الاكل. محضر عشاء. يا الله ليش هيك متعبه حالك؟ يا الله شو جوعان. طب نحكي مع طنط سوسن بنظبطها. يا الله يا عمي. يا ترى وين اراضيك يا ليلى؟ هات لنشوف. جو شو صار معك مشان تحجز الاستوديو؟ اوكي اوكي طيب دبر القصة بمعرفتك وخبرني. يلا باي. الو كيفك نور؟ شو وين قررتوا تجتمعوا؟ ايه شو اسم الكافيه؟ وينو هاد؟ ايه ماشي ماشي جاية، بس استنوني ما تفوتوا من دوني. اوكي يلا باي. يس يعني إيه شو ما حلو اللي بتشوفه؟ لا كثير ظريف. ايه والله من جد جاي عليه قبل هالمره. ليه ما قلتي لي؟ لا لا بشوف والله كثير حلوه هالكفته. مشان تعرفوا نور ما بتجيبكم على اي مكان، خير استور فيها شي لقطه من الفيديو كليب تبعي. بتعرفوا بس احلى من الكافيه شو؟ جنبتنا يا صبايا، مو ناقصنا غير لبنى وليلى، يا ريتهم معنا، يا ريت ترجع ايام زمان. ايه والله رزق الله على العربيات، يا الله شو كنا مبسوطين. شو قصدك يعني انت هلا مو مبسوطة؟ لك مبسوطة يعني بس مو مثل الأول، بالأول هيك كنت عصفور طيار وين ما بدي يلا يلا يلا. كنا العمينا ومشينا الحفينا، حاجتك بقى. شو شو قصدك وليلى؟ لا شو قصدك شو قصدك؟ لو سمحتي دموزيل. لبنى سميحة أكيد انحرجت. ليش بدها تنحرج يعني؟ لطيف شو كذابة. شو ليش لا تنحرج؟ لو بدها تشوفني كان اجت سلمت. يا جماعة أنا بقترح نغير المحل. لا ولبنى نتركها؟ ليش هيك عملت؟ من شو هربت؟ ليش هيك أنا خايفة؟ معقول أنا أهرب هيك من الصبايا؟ بعدين لأنت بتضل عم تكذب عليهم وعلى حالي؟ أنا ما عم بعمل شي غلط، أنا ما لازم أهرب. شو
لبنى شو مشكلتك انت اليوم؟ ولا شيء ولا شيء. شلون ولا شيء وانا شايفك مره بتهربي من الزباين مره بتلحقيه ولا برا؟ شو عم بيصير معك انت؟ ما عم يصير شيء. مين هدول البنات اللي فاتوا على المحل وعملوا شوشره وحتى كاسه مي ما طلبوا؟ رفقاتي. وهي البنت اللي كانت معهم مو دادو اللي بتغني؟ بلا هي دادو. وانتي ليش هربتي لما شفتيهن وما حكيتي معهم؟ استاذ مو انت قايل لي انه ما احكي مع حدا من الزباين وانه اذا حكيت مع حدا رح تقلعني؟ ايوه يعني انتي كتير حريصه على التعليمات. على كل حال الانذار تبعي لساته شغال، تفضلي على شغلك. شو رحنا هون؟ رح نجي بكره على نفس الكافيه. لا وبركي طنشتنا وما ردت تحكي معنا. إيه لا ما بظن. وانا ما بظن. يعني انا بظن انه اليوم هيك صار معنا وتفاجئت فينا. اسمعوا اسمعوا شوي. الحمد لله. مرحبا طن. ان شاء الله ما تكوني تغديتي. لا ما تغديت لسا. شو جايبتي لي معي؟ جبت لك اطيب سندويشه شاورما بالعالم. غريبه من لك هالكرم. لا يا عم شو بتزعل منك؟ ليش انا عندي اغلى منك بالدنيا؟ سادة اللي بعيدك. بس بصراحه بدي احكي معك بموضوع. من يومين شفت قرايبتي بالطريق. عملت شو قالت لي؟ يا حرام. قالت لي انه ساكنه لحالها ببيت كثير كبير بس هو قريب من جامعتي. فطلبت مني اجي اسكن معه. قال منه بونسا ومنه ما بتاخر على الجامعه الصبح مشان هدول الطرقات والعجقه والقصص هي. فقالت لا لا ما رح اقدر اقول لك شيء، بسال طن سوسن وبرد لك خبر. فشو رايك؟ شو قصدي؟ بصراحه عم فكر اترك الغرفه هون واستاجر عند قرايبتي. حرام تتونس فيني. بس انت دافعه سنه لقدام وما مرق الا شهرين من السنه، شبكي؟ ايه انا بعرف، بس شو عم قول بيني وبين حالي؟ انه انت بركي بتخصمي الشهرين اللي مرقوا وبترجعي لي الباقي. ما بقدر حبيبتي، قلت لك بدي اعمل عمليه تجميل ودفعت له رعبون للدكتور. اي بس يا طنط انا ما هلا القصه ما بدها كثير بسبسه. إيه؟ حبك تعديك مالت السنه اهلا وسهلا، ما حبك كمان اهلا وسهلا. هذا اخر كلام عندي؟ ايه اخر كلام ولا رجوع عنه. بونسوار ستنا. بونسوارين، شو صار معك؟ الهيئة مش رح يزبط حجز الاستديو. وليش بقى؟ ما بعرف، كل الاستديوهات محجوزة. ليش كم غنية عم تتسجل باليوم؟ يا عمي في أزمة جديدة بالبلد اسمها أزمة الاستديوهات. جو كأنك عم تبالغ مثل عادتك. يعني أنا بسمع بأزمة المازوت، أزمة السكن، الأزمة المالية العالمية، بس انه يكون في ازمه الاستوديوهات ايه والله ما معقوله. ايه مزبوط ستنا معك حق، بس المشكله انه الاستوديوهات كلياتها مشغوله بدبلجه المسلسلات التركيه وهي اللي سببت الازمه هاي اللي نحن عايشين فيها هلا. اسمع جو، بتقلي عم يدبلجوا تركي، عم يدبلجوا صيني، عم يدبلجوا هندي، ما لي علاقه. بتدبر لي استوديو خلال 48 ساعه من تحت الارض وما بدي اي عذر، فهمت؟ اوكي ستنا اوكي، بس ما تعصبي، خلص بصير مثل ما بدك. تفضل استاذ. هي الحساب. خير لبنى؟ مو على بعضك متلك ليش؟ حسان بعدين بحكي معه مشان الله تلاقي لي شغله غير هالشغله، والله العظيم رح توقف. حدا عم بيزعجك هون؟ بعدين بنحكي. شو بتحب تاخذ استاذ؟ واحد نسكافيه. نسكافيه حضرتك؟ على عيني. حسان بالمختصر الوضع هون ما بينطاق. ولا يهمك. تفضل استاذ. لبنى لو سمحتي شوي. نعم استاذ. مين هذا الشاب يلي كنت عم تحكي معه؟ هذا شاب قرايبي واسمه حسان. بعدين انا ما كنت عم بحكي معه، انا عم بتعامل معه مثله مثل اي زبون. انا ما راح اتناقش معك، بس بدك تعتبري انه هذا اخر 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 تعزير بالنسبه لك. مع الزباين ما في رغي وفتح سيار. تفضلي على شغلك. لبنى 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 لبنى
لبني؟ ومجروحي يا مش اشتقت لي انا اشتقت لكم كثير سموها هزوري هون كيف في لكم فوم ها خليصه اشتقت لي عدو في عندي كثير حكي بدي احكي لكم اياه عدو تعي تعي بس ما قلتي لي هذا شو بدك تعملي فيه خلص انا تركت الشغل ما عاد بدي وبهالمناسبه عزمتكم على شو ما بدكم منى لو سمحتي شوفي الصبايا شو بيشربوا انا بدي فرابتشينو حط شوكليت نعناع مع ليمون مثلها العمص وهي ليش بطلت تشتغل مضيفه لانه اخر مره وقت كان طالعه بالطياره عم طياره هي وعم تهبط ما فتحوا دواليبها العمص ايه شلون هبطت على بطنها لك لا بعدين فتحوا الدواليب بس بعد شو يا حرام بعد ما اكلت رعبه الله مولاها من يوميتها صار عندها عقده من الطيران قررت انه تصير مضيفه بس مو بالجو على الارض هي احسن الشغل على الارض اكوس اكوس اذا ما طارت ليش رجعت تطير لك لا صاحب الشغل طيرها اليوم يا حرام المسكين ايش قد حظها قليل ايه وهلا ايش تساوي ميدو قال ضربت على صدره وقالت خلاص انا بدي حل لها مشكلتها للبنه ولا سمسمه ليش ايش مشكلتها سموحه لا 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 حدا يقول لي مالي بسد عيوني الفنان الشحروره السنيوره الاموره عندي هون بالبيت لا تفضلوا ميرسي خاله لا تقولي لي خاله قولي لي طانت ما بحب هاي كلمه خاله اوكي طانت اسمعنا هون بالحارة انه عندك غرفة للأجار مزبوط؟ لا ما عندي عندي لمين انت بدك الغرفة؟ لا إلي معقولة فنانة قديرة مثل حكايتي وظريفة تسكن هون بهذا البيت انا كل اسبوع بحاجة لساعة استرخاء بعيد عن الشغل والمعجبين ووجع الراس وهذا انسب مكان لأخذ في الريلاكس تبعي يعني انت حضرتك اذا استاجرتي الاوضه حتيجي بس يوم بالاسبوع يا دلي مش يوم كامل يا مدام 12 hours only only يعني 12 ساعه بس فهمت عليك يعني انت قديش بدك مده الاجار تقريبا يعني مبدئيا بدفع لك سنه لقدام بس اذا عجبني الوضع كتير يعني مينيموم بدفع لك لقدام 10 سنين 20 سنة من ناحية المبدأ موافقة أنا بس بدك تنطريني كم يوم لتفضل الأوضة أوكي not a problem نستنى مستنى ما في مشكل very thank you مدام what شكرا كتير بيصفى نتفق على الآجار أكيد ما رح نختلف قديش بتريدي أجار الغرفة بالسنة 150,000 بالسنة بدي معناها اتفقنا جو ادفع لها رعبون اعطيها 10% شانطان سوسو اوكي يا لطيف شو رح تعلي بس ماشي اذا ما بخلصك ياهم ما بكون انا امري يا ستنا تفضلي هاي 15,000 رعبون اهلا وسهلا فيك وبرجع بقول لك ثانك يو فيري ماتش لو تشوفي شلون عيوننا لمعوا لما سمعت قصة المصاري مو معقول ماشي باي باي حبيبتي باي Where are we going ستنا هلا؟ على الكافيه تبع لبنى كم مرة بدي قلك جو فتح مخك مرحبا سموحتي أهلين سوستي شو هاي سوستي؟ عالقافية سموحتي سوستي عم ضلعك مقبولة منك ولو اني ما بحب هالكلمة ايه ستي ممكن اقعد واحكي معك كلمتين انا ملكك قعدتي بس يلا معلش البيت بيتك سميحة كأنه نسيانة كل القضية شاعلين مو؟ لا انا مشغلتهم بدي اكسر القاعده تبعيت الشموع انا بدي اعيش جو رومانسي بس على الاضويه الشغاله ما في مشكله خلينا بالمهم انت مو طلبتي مني رجع لك كماله الاجار ايه مزبوط
خلاص انا هلا غيرت رايي، ما عاد بدي اعمل شد وش. ليش غريبه؟ طلعت على حالي بالمرايه لقيت حالي كتير منيحه ومبسوطه بلا ما يشتروني، وامتى ما بتحبي انا برجع لك كمال الاجا. صدقتيني؟ طبعا صدقتك حبيبتي، انت طلعي من الغرفه وانا تحت امرك. بس انا بطلت اطلع من الغرفه. شو قرايبتي اللي كنت بدي اسكن عندها سمعت عنها سمعه منيحه. شو سمعتي؟ هاي قرايبتي طلعت بتشخر وهي نايمه وشخيره قال بيعبي كل البيت. هلا هي المشكله بسيطه، حطي شقفتين قطن بأذانك بيمشي الحال. خطوة عزيزة كتير دموزيل دادو، انت شرفتي المحل. ثانك يو كتير، المحل كتير حلو كتير نايس، وانا عم فكر صور كام شوت من الفيديو كليب تبعي هون بالمحل، فشو رأيك؟ ايه بدها رأيي، هذا شرف كبير إلنا وللكافيه دموزيل دادو. وعلى فكرة هذا المحل رح يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. طبعا أكيد. بس قبل ما نتفق على التفاصيل في إلي طلب صغير. انت بتأمري دموزيل دادو؟ ممكن نرجع لبنى على الشغل؟ هذا الموضوع بالذات صعب كتير دموزيل دادو. لا يا مسيو، معقول تخجل دادو مشان هيك طلب صغير؟ قلت لك هذا الموضوع صعب، لكن انا ترمي المريول بوشي هي شغله كبيره كتير بحقي، كتير كبيره كرمالك بعطيها تعبها. بس قولا واحدا، لبنى ما بترجع الشغل وما حدا يناقشني بهالشغله. يعني انت مالك ناوي تدخل الهيستوري؟ نيفر نيفر. ايه نيفر، انا بدي ضل واقف برا. إليك عندي شيء؟ شيء؟ ايه بالناقص. الو جو ليت جو، الو جو ليتس جو. ايه لبنى طمنيني، بدك ترجعي على الشغل بالكافيه؟ والله ما بعرف، ميديا قال هي رح تتواصل مع صاحب الكافيه. ممتاز، إذا ميديا حطت إيدها بالموضوع نعتبر الموضوع ماشي. يا سيدي إن شاء الله. ها هاي مادو. ألو إيه دادو، طمنيني أم حول لشعيرة؟ شعيرة؟ ليش شو قلك؟ يخرب بيته شو حقود هالزلمة العمى، كل اللي عملته أني زتيت له المريول بنص خلقته، شو قتلت له وقتين أنا؟ أي خلص حبيبتي ولا يهمك، الله ما بيقطع حدا إلا ما لاقي لي شغلة اشتغلها. طيب ماشي حبيبتي دادو، شكرا كتير عزبتك معي حبيبتي. أي إن شاء الله، الله معك، باي باي. ما مشي الحال ما هيك؟ بسيطة بسيطة لبنى، تأكدي تماما أنه أنا من خلال شبكة علاقاتي رح لاقي لك وظيفة رائعة جدا. حسان معلش إذا سألتك سؤال. طبعا تفضل. يعني إنه أنت ليش هيك كتير عم تحاول تساعدني؟ ولو يا أنسة لبنى، ما نحن أولاد ضيعة واحدة، يعني شربانين من ذات النبعة ومن ذات المياه، بالإضافة إلى أنه في بعض المفاهيم يعني قد تبدو غريبة ولكن هي مفاهيم رائعة جدا. يعني أنا بحس حالي أنه شبه مسؤول عنك، مستعد أني أقدم لك أي مساعدة وبلا أي مقابل. شكرا كثير يا حسن، عن جد أنا وقفتك معي ما رح أنسى لك ياها كل عمري. طيب على كل حال شو قررتي مشان موضوع السكن؟ رح ترجعي على بيت الصبايا؟ ما رح أترك الغرفة لحتى تدفعي لي عطل وضرر. شو هي عطل وضرر كمان؟ 75,000 ليرة كفاية أجرة السنة، وال15,000 ليرة عطل وضرر. ليكي هاد آخر كلام عندي ولا رجعة عنه، فكري بالموضوع وردي لي خبر. باي يا سوستي. جيب لك سندويش شاورما معي؟ لا ما بدي. مثل ما بدك، باي. أنا ما رح أطلع من البيت قبل ما أحط كل مصرياتي ورجع لك ال15,000 ليرة اللي أخذتهم منك. بالنسبة إلي not a problem. بس أنا عندي problem، لازم ترجع لك مصرياتك، هدول حقك ميدو. إيه مثل ما بدك. خلصنا صبايا، هلأ المهم إمتى بنرجع نلتقى عندي بالبيت؟ أنا بالنسبة لإلي جاهزة، من بكرة المسا بضب أغراضي وبجيبهم من عند رفيقتي بالمدينة الجامعية وبجي لعندكم. وإنتي سمسمة؟ أنا بكرة المسا بضب أغراضي وبسلم الغرفة وبجي بقعد معكم بالبيت. يعني خلص يا صبايا حنرجع نجتمع عندي بالبيت؟ بس هاي الشغلة ما لازم تمرق هيك أبداً، أنا ما بقبل غير بحفلة مطنطنة. إيه؟ إيه وأنا معك، شو رأيكم صبايا؟
طبعا جاهزين. امي مسافرة وهعمل حفلة وزي يا ريت ما تجيش على غفلة. امي مسافرة وهعمل حفلة بس يا ريت ما تجيش على غفلة. هزار مسافرة وهعمل حفلة ايه جو شو صار معك بالشغل؟ على فكرة مهلة 48 ساعة خلصت من زمان. خلص خلص لا تحكي شي. حجز لي استوديو ببيروت. ايه رح اطلع اسجل هنيك. لا بكرة ما فيني، عندي حفلة مع صبايا. ايه بعد بكرة. اوكي جو يلا باي باي. معقول ما ضل استوديوهات بالبلد؟ شو عندك غنية جديدة؟ ايه عندي غنية جديدة ورح صور لها فيديو كليب كمان. عن جد؟ شو هي؟ لا ما فيني قلكن، توب سيكريت، رح تكون مفاجأة من المحيط للخليج. يلا طنط بدك شي؟ أنا صار لازم أمشي. سموحة يعني أنت ناوية خلاص بدك تمشي؟ ايه خلاص نويت امشي. سموحة إلي طلب صغير عندي. ايه طنط تفضلي اطلبي اللي بدك اياه. لا تقلي لي طنط، قلي لي خالي بتطلع معك حنونة، أنا بحبها أكثر. خالي خالي خلص مثل ما بدك. خالي خالي. سموحة لا تتركي الغرفة، أنا يعني بالرغم من إنه إجاني ضعف المبلغ اللي أنت حاطتيه بس أنا ما عاد بدي أجر، ما عاد بدي مصاري خلاص. لكن شو بدك؟ بدي إياكي تضلي عندي. أنا تعودت عليك، تعودت على وناستك بالبيت، تعودت على ورشنتك. حبيبتي شعلي كهرباء قد ما بدك، وإذا بدك لا تدفعي إجرة الأوضة، ما بدي مصاري منك، بس خليكي عندي لا تتركي. يا ريت بقدر يا خالي، بس بوعدك كل فترة رح أجي أطمن عليك، ما تزعلي. إيه يلا بخاطرك. الله معك يا بنتي حبيبتي. قولي على عيونا لطشت ال 15,000 ليرة ما لحقت اتهنى فيه. بيتك أما نور شو عاملت لكم بيتزا يا بنات؟ بتطير العقل كهلكك من فترة ما رحتوا أجيب. بتعرفوا صبايا I'm very happy أنه رجعنا واجتمعنا من أول وجديد. سموحة حطي لي الصحن هوني. أنا عيوني وأنتي ميديا وزعي لنا كاسات العصير حبيبتي. لا والله حبيبتي صعبة كثير أنا ما بشتغل. ريحي ريحي لميديا أنا بشتغل. شو صبايا؟ شو لسه ناقصنا غراض؟ تبولة؟ على فكرة الحفلة من غير تبولة ما اسمها حفلة never ever. إيه لا تاكليهم، نور بالمطبخ وقاعدة عم تشتغل فيها. آخ لا حبيبتي بدي آكلهم لأن اليوم رح ينضرب الدايت تبعي. إيه معلش اليوم مرق لنا يعني بدون دايت. لبونة؟ نعم. قولي لي لنور شو صار بالتبولة؟ لك شبكي لسه هلا عم قلكم إنه المخلوقة عم تشتغل فيها شبكو؟ شو نسمع أغاني؟ لا 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 خلي الأغاني لبعد الأكل، خلينا هلا نغني لحالنا. يلا. كل يوم في أمل. في أمل جديد. ها لك ايه فهمنا كني اهدي بقى يلا عندي بانك لسه رايحة جاي رايحة جاي انشكل نظري شام ريحة بشعة بشعة كتير ريحة غاز؟ لك غاز شو انت التاني ريحة مؤامرة خيانة عم تنطبخ وين هاي المؤامرة؟ هون بالبناية عند الصبايا هون عنا بالبناية؟ ايه كلهم عم يتآمروا علي انا بنت البطة السودا لك هزورة حبيبتي فهميني ايش في؟ سيارة ميديا تحت قدام باب البناية هذا شو معناته؟ ايش معناته؟ معناته انه ميدو تحت عند البنات ومجتمعين عاملين شي حفلة وما قالوا لي خلاص حبيبتي خلاص بجوز نسيو بالله نسيو هذا اللي بيسموه عذر اقبح من ذنب والله اذا ما عرفت شو صاير تحت بدي انشل وانجلط لا ابوس ايدك كل شي الا تنشلي وتنجلطي لانه انا اللي بدي اكله شو بدي ضل سري مري رايحة على المطبخ الصبايا رح يجنوا لك بدهم تبولة ايه شو عندهم ادمان منهم يلا جهزت ها
ردي؟ واللي بيفرم بالبقدونس وصيحة بتوصل على تونس تبقى الأكلة إيه؟ تبولة تب تب تبولة طب تب تب تبولة واللي بتفرم بالبقدونس وبتوصل ريحة على تونس تبقى الأكلة إيه؟ تبولة تب تب تبولة طب تب تب تبولة لك يا الله ما حدا عم يرد منهم مو معقول طبعا ملتهيين بالحفله المطنطنه لك خلص روحي لا تزعلي بكره انا بساوي لك حفله هون وما بنعزمون عليها وحده بوحده والبادي اظلم قصار يعني ايه لا اساسي بيزعلوا يعني بيتضايقوا طيب قومي روحي قومي قومي خلينا ننام قومي شوف قدري انا مكتئبه ومقهوره ومحبطه كمان لك ما عاش اللي بده يقهرك جي جي ما عاش اللي بده يقهرك ايش رايك نقوم ننزل انا وانت هلا على الميدان ونطرق لنا عشا ميكن سميحه مشان الله وطي صوت المنبه تبع موبايلك لك ضروري في البيت كله معي شفتيلي بلوزتي الحمراء يا صبايا النسكافيه جاهزه وين السشوار